بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم طلبتنا الأعزاء ومشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. نتحدث بإذن الله تعالى عن سلسلة محاضراتنا للدبلوم في الفصل الرابع، وكنا قد تحدثنا في الفصول التي سبقت عن اختصاص مادتنا في هذا الدبلوم، وكان الحديث عن الإعداد والتقديم، وأخذنا في الفصول الثلاث التي مضت القواعد الأساسية والسمات المميزة لكل فرع أو لون من هذه الألوان الإعلامية والصحفية. ويبقى الحديث عن الإعداد والتقديم على مستوى الإذاعات والتلفزيون، هو الحديث الشامل، أو كأنه الحديث الشامل لكل فروع الإعلام. ولا نستغرب من هذا، لأننا عندما نتحدث عن الإعداد فهو يشترك فعلا بالقواعد الأساسية لموجبات الكتابة التلفزيونية والإذاعية، والإعداد كذلك يشمل الصحافة، لأنه بالنتيجة إذا وقفنا عند حدود مفهوم الإعداد سنكون أمام مادة مكتوبة، والمواد المكتوبة تتنوع أهدافها وغاياتها. يعني عندما نقول أو نكتب إعداد للصحافة فنحن نحاكي مهنة الكتابة التي تقرأ قراءة عند المتلقي، وعندما نكتبها للإذاعة فإننا نتعامل مع إعداد مادة تحاكي المسامع، ولهذا فهي لون وشكل من أشكال الكتابة، لكنه هي بالنتيجة كتابة، أو هي لون من ألوان الإعداد الإذاعي. ولذلك عندما نخاطب عبر الإذاعة المتلقي فإننا نتعامل مع أذنه في رسم الصورة المتخيلة للمادة. إذن ما زلنا في حديث الكتابة. وعندما نكتب إعدادا للتلفزيون فإننا نقف أمام محدد أساسي، ألا وهو الصورة. ليس هناك أي نوع أو أي مجال لكتابة لا تتخللها الصورة في حالة الكتابة للتلفزيون، لأن الصورة جزء أساسي من الكتابة التلفزيونية، وهي مفسرة للحدث الواقع، إلا في حالات قليلة. يعني أحيانا خبر لا ترافقه صورة، وهو الخبر العاجل حتى تكتمل الصورة، أو حتى تأتي الصورة الأولية، أو حتى لا نفقد التواصل السريع مع تتابع الأحداث. وكذلك عندما نحتاج إلى تعبير خبر تلفزيوني لم تكتمل الصورة الفيديوهاتية، فإننا قد نستعين بالمادة، مادة الجرافيك الذي نعملها على شكل إحصائيات أو على شكل كتابة ضمن أطر معينة، لكي نقرب الصورة أو المعلومة أو المفهوم للمشاهد. هذا كله حديث كان قد سبق وتحدثنا باستفاضة عنه الحقيقة في مراحل سبقت، لكي نبرر أو لكي نعطي الهدف من اختيار موضوعنا في الفصل الرابع. سنركز فيه على المراسل التلفزيوني. لماذا؟ لأن عندما تحدثنا عن الإعداد تحدثنا بهذه المقدمة التي تحدثت لكم فيها، وأصل المادة هي الإعداد والتقديم، وتحدثنا في موضوع التقديم سواء على مستوى مقدمي البرامج أو مذيعي
الأخبار، وتحدثنا طويلا خلال 3 فصول مضت، وقلنا ما هي أهم السمات والخصائص التي يجب أن يتمتع بها مقدم البرنامج أو مذيع نشرة الأخبار، من حيث اللغة ومن حيث الصوت ومن حيث الأداء ومن حيث مخارج الحروف ومن حيث المعلومات ومن حيث الحضور العام أمام المشاهدين. تحدثنا فيها طويلا وأعطينا لذلك تجارب كانت يعني اقتربت شيئا ما من يعني التجارب الفنية التي أعطت أو نتوقع أو ندعو من الله أن تكون قد أعطت مساحة جيدة للإفهام. اليوم في الفصل الثالث سنقف أمام مهنة جامعة ما بين الإعداد وما بين التقديم، وأنا بتقديري الحقيقة هذه المادة التي سنقدمها وهي المراسل الصحفي والتلفزيوني هي من أجمل بل هي من أوثق المهن الإعلامية وأكثرها حيوية، ذلك لأننا كما تتذكرون درسنا في مادة المصادر التي يستقي منها الإعلامي مع المعلومات ويستقي منها الأخبار. تحدثنا في حينها عن المصادر الداخلية المتمثلة بالمراسل أو المندوب، وقلنا في حينها بأن المراسل يعتبر المصدر الأكثر أهمية والأكثر ثقة للمؤسسة الإعلامية، لأن المؤسسة الإعلامية تعتمد هنا على الخبر الذي يبعثه المراسل المسؤول مهنيا أمام المؤسسة الإعلامية، لأنه المؤسسة الإعلامية هي بالنتيجة مسؤولة أمام الرأي العام، لذلك يكون المراسل هو المصدر الأوثق، كون أن المراسل يفهم ويعرف ماذا تريد مؤسسته وماذا تريد هذه وماذا يريده متابعو هذه المؤسسة، لذلك يكون اهتمام المراسل في جلب الخبر وانتقاء مصادره بما يمنح المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها فرصة كبيرة للوصول إلى المتلقي. ويكفي المراسل حقيقة أهمية إعطاء الصفة أو الاسم للرسالة، يعني المراسل هي مأخوذة من نقل وتبادل الرسالة الإعلامية التي يقوم بها، وكما تعلمون بأن الإعلام أو علم الاتصال وعلاقته بالإعلام يقوم على العناصر الأساسية للاتصال والتي لا يقوم أو لا يستطيع الإعلام القيام بغيرها أو من دونها، لأن الإعلام وهو أداة الاتصال الأكثر جماهيرية وهي تسمى وسائل الاتصال الجماهيري بالنتيجة تعتمد على خصائص أساسية وعناصر أساسية للإعلام يجب أن تكتمل، وهي كما قلنا الرسالة الإعلامية. ولهذا عندما نقول الرسالة الإعلامية كعنصر أول من عناصر الاتصال نقول رسالة ونقول مراسل، إذن المراسل يجب أن يعتني برسالته الإعلامية، ورسالة الإعلامية بالنتيجة يجب أن تتوفر فيها الخصائص الأساسية من حيث الكتابة والصياغة بشكل جيد والوضوح والإفهام والإلقاء وإعطائها كل هذه المميزات والخصائص لكي تكون ناجحة، لأن الرسالة تحتاج بالنتيجة إلى عنصر ثاني وهو المرسل، فالمرسل يجب أن يكمل جودة الرسالة وذلك من خلال قدرته وقابلياته على نقل هذه الرسالة. وما دمنا نتحدث عن رسالة وعن مرسل سنقف إذن أمام أهم أساسيات ما يجب امتلاكه من قبل المراسل، ألا وهو كتابة الرسالة الإعلامية والتي هي كتابة التقرير
الذي سيقدمه من خلال مهنته، والذي سنأتي إليه بالشرح والتفصيل بالوقت المتاح في إن شاء الله في هذه المحاضرة. وهو بنفس الوقت كما قلنا مرسل، والمرسل له مواصفات وخصائص كذلك، وهي القدرة بالأساس على الكتابة والقدرة على نقل الرسالة من خلال ماذا؟ من خلال مجموعة عوامل أساسية، ألا وهي الإلقاء والصوت والقدرة على توليد الأسئلة والإجابة على الأسئلة وطرح المواضيع الخاصة برسالته الإعلامية الموكل إليه عملها. وهنا نأتي إلى عنصر آخر ألا وهو الواسطة، يعني يجب كذلك على المراسل أن يتأكد من جودة وسائله في الإرسال، فإذا كان على اللايف يجب أن يكون على إحاطة تامة بجودة المادة أو بجودة الجودة الفنية، أو يتابع القوة الفنية لهذه الوسائل المتاحة لنقل أخباره، أو عن طريق ما يسمى اليوم بوسائل التواصل المتاحة والبرامج المخصصة الحقيقة لنقل الأخبار والمعلومات، وهي كثيرة جدا في عالمنا اليوم. وكذلك نأتي إلى المستقبل هذه الرسالة، فيجب على المراسل هنا أن يدرك بأنه حلقة الاتصال ما بين مؤسسته الإعلامية التي يجب أن تكون قد وفرت له كل الوسائل المتاحة، فهو حلقة الوصل أو حلقة الوصل ما بين المؤسسة وما بين الجمهور أو الطبقة المستهدفة من خلال الخطاب الإعلامي. وهنا كذلك يجب أن تكون للمراسل مهارات تشد وتقوي من علاقته بجمهوره. لذلك كان المراسل الحلقة الرابطة الأكثر أهمية ما بين الإعداد وما بين التقديم التلفزيوني والإذاعي. ولذلك ستكون محاور المحاضرة لهذا اليوم بتساؤلات، نقول من هو المراسل أولا، وما وظيفة ودور ومسؤولية المراسل، وشروط العمل الميداني كما ترونها أمامكم. طيب، هنا نأتي إلى تعريف المراسل. وكما تعلمون أن هناك عدد كبير من التعريفات، كل ينظر إلى المراسل ضمن أطر ضمن مواصفات معينة، ولكن كل التعريفات الحقيقة بما يخص مهنة المراسل تلتقي في أساسيات لا يمكن مغادرتها. على سبيل المثال، هناك من يقول بأن المراسل هو مؤرخ اللحظة. مؤرخ اللحظة هو الذي يوثق الحدث والمعلومة والحادثة التي تحصل في لحظة من اللحظات في يوم من الأيام. هذا التوثيق هو يعني من أهم أسباب نجاح المراسل، لأنه توثيق اللحظة هو الجزء الذي سيبتنى عليه الخبر ويبنى عليه التقرير والمتابعة لما بعد، بل قد يبقى هذا الخبر يحاكي الزمن، لأن الأخبار التي نقولها أو التي تحدث في يومنا هذا ستكون مؤسسة بالطبيعة لمجموعة أحداث ستأتي في المستقبل. مؤرخ اللحظة يعني أطلق على المراسل يعني لنقل منذ بدايات العمل الصحفي، فهو مؤرخ للحظة معينة. اليوم هناك من يزيد على هذه المهنة فيجعلها أو يعطيها أهمية أكثر، يقول هو قناص اللحظة، كأنه هو يعني من يتسابق بقنص المعلومة أو الخبر أو الحدث ويضعه في إطار فكرة نشره وبناء ما سيأتي مستقبلا على تلك اللحظة. فشطارة المراسل وقدرة المراسل لإثبات قوته المهنية
يجب أن يكون قناصا للحظة التي يحصل فيها الخبر. يعني على سبيل المثال حصل يعني لنقل اصطدام يعني في مكان معين، يعني حدث تصادم ما بين متظاهرين وما بين الشرطة في مكان معين، حصل انفجار في ساحة من الساحات أو حصل اشتباك في جبهة من الجبهات، أو حصل أي أمر من الأمور يعني السياسية العسكرية الاستراتيجية الاجتماعية الرياضية، أي حدث من الأحداث تبرز هنا قوة المراسل يعني باقتناص هذا الحدث في لحظته وإرساله إلى مؤسسته أو الخروج به على الهواء مباشرة أو بالسرعة المتاحة لإعطاء هذا الخبر وكسب وشد المشاهدين يعني لهذا الخبر، ما يعطي قدرة وقوة حقيقة وسمعة جيدة للمراسل نفسه وللمؤسسة، وكذلك يخدم المجتمع، لأنه الأخبار عموما نقل الأخبار والمعلومات وتداولها مع الرأي العام هي بالنتيجة هدف من الأهداف يعني التي أسس أو خلق أو وجد لأجلها الإعلام، لأنه المعلومة هي ملك بالنتيجة للناس، والناس عادة تحاول يعني أن تحقق مجموعة من الإشباعات المعلوماتية وهو حق لها طبعا، فيكون المراسل هو أو المراسل الجيد هو من له القدرة على اقتناص المعلومة والخبر ووضعها في إطارها المهني وبثها للناس. إذن هنا نرجع إلى تعريف المراسل الذي قلنا ابتداء هو مؤرخ اللحظة، واليوم هو قناص اللحظة باعتبار أن الحدث الحاصل أو المرتقب الحصول، الحدث الحاصل أو المرتقب الحصول، هنا نؤكد على هذه النقطة اللي هي المرتقب الحصول، كذلك هي مهارة من المهارات وقدرة من القدرات التي يجب أن يتصف بها المراسل أينما كان، سواء لتغطية حدث داخل البلد أو لتغطية حادث يعني حدث خارج بلده، لأنه المهنة الأساسية للمراسل عادة يعني المؤسسات والوكالات الكبرى توفد مراسليها إلى خارج بلدانها للإحاطة بالمعلومات في المناطق البعيدة. لذلك من الشيء العظيم جدا بالنسبة للمراسل أن يكون لديه القدرة على توثيق اللحظة من حدث حاصل في تلك اللحظة أو من أحداث مرتقبة. يعني على سبيل المثال هناك من المراسلين من يتغلغلون داخل المجتمعات وتكون لهم أجندة علاقات واسعة في المكان الذي يكونون فيه، هذا يؤهلهم لأن يدرسوا ويستقرئوا حالات ممكن أن تحصل على مدى القريب على الأقل. يعني على سبيل المثال هناك مراسل في دولة ما، وهذه الدولة بدأت تتعرض أمورها الاقتصادية إلى التراجع بسبب مؤثرات معينة، بسبب خلافاتها مع دولة أخرى أو بسبب فساد معين، أو هناك قضايا تتعلق بالجريمة، أو هناك تتعلق يعني قضايا تتعلق بالمسائل القانونية أو الدستورية في بلد معين. المراسل الذكي هو المراسل الذي تكون له أذرع وأعين في كل مرفق من هذه المرافق السياسية والاجتماعية وكذا، لنقلها خدمة للرأي العام. وهنا يأتي موضوع فكرة المواضيع المرتقبة إعلاميا. المراسل الجيد من ينوه إلى أن هذه المنطقة ربما تتعرض في المستقبل القريب إلى يعني إلى متغيرات معينة، فالأخبار المسبقة أو المرتقبة لنقول يعني تجعل المراسل على درجة من الانتباه والأهمية، وتعطي أهمية مرموقة كذلك للمؤسسة الإعلامية باعتبار أن ما يأتي بناء على هذا الترقب من أخبار مستقبلية سيكون له جذور. لماذا؟ لأن الأخبار عموما
عفوا، لأنه الأخبار عموما ومن أهم أساسياتها أنها وضمن تساؤلات الخبر أو إشباعات الخبر أن يكون تساؤل في أي بناء خبري عن لماذا حصل هذا الخبر، أو كيف حصل، أو لماذا حصل هذا الخبر. لماذا وكيف هو التساؤل المهم في عناصر الخبر أو في تساؤلات الخبر، تعتمد على الأساسات التي بني عليها الحدث أو الذي تشكل بموجبها الحدث. فإنك تحتاج عندما تقرأ خبر قد حصل اليوم أن تذهب إلى خلفيات هذا الخبر، وأهم تلك الخلفيات هو تجسيد وتوثيق الحالات المرتقبة قبل حصول الحدث أو الخبر. إذا نأتي إلى أصل التعريف، فنقول التعريف بالنسبة للمراسل هو مؤرخ اللحظة. اليوم هو قناص اللحظة، باعتبار أن الحدث الحاصل أو المرتقب بالحصول هو ميدان عمل المراسل. يعني المراسل، يعني ما هي مهمة المراسل؟ هو جلب الخبر، الحصول على الخبر وتداول المعلومة ووضعها في إطارها المهني من حيث كتابة الخبر وكتابة التقرير وكتابة القصة الخبرية والاستقصاء. مجموعة من التكليفات هي من مسؤوليات المراسل، لذلك ميدان عمل المراسل يحتم عليه أن ينمي قدراته في هذا المجال، وتنحصر مهنته بشكل أساسي كما قلنا في تغطية الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والاقتصادية والفنية من خلال مهمته المتعلقة بملاحقة ومتابعة الأحداث. هنا إذن يعني فهمنا الإطار العام للمراسل. الحقيقة قبل يعني أن آتي إلى وظيفة المراسل وإلى دور المراسل ومسؤولياته، أضع أمامكم فكرة معينة لمن يعني يهوى أو يريد أن يدخل في هذه المهنة. وأنا أقول بأن مهنة المراسل هي من المهن الإعلامية المعتبرة والجميلة. علينا أن نفهم بأن المراسل أو تتشكل مهنة المراسل من أمرين أساسيين. الأمر الأول هو الحالة الشكلية، والثاني هو الحالة الموضوعية أو مضمون عمل المراسل. شكلا يجب أن يتصف المراسل بمجموعة صفات، أهم تلك الصفات هي قدرته الحقيقة أو هي قابلية المراسل التي تعتمد على قدرة الظهور والتحدث عبر وسائل الإعلام من خلال المنظومة التي تؤهله لذلك، وهي الشجاعة والظهور والشكل العام والأداء. هذه كلها يجب أن تكون موجودة لديه. والأمر الآخر هو المضمون، قدرته على الكتابة وعلى التعاطي مع المتغيرات السريعة التي هنا تفرز ما بين مراسل قادر على تشكيل حالته مع سرعة الأحداث وبين مراسل متلكئ لا يقدر على مهنته بشكل جيد. فهنا نأتي إذن إلى وظيفة المراسل ودوره، إلى وظيفة المراسل ودوره ومسؤولياته. فنقول ابتداء من أهم الوظائف بالنسبة للمراسل هو السباق مع الأحداث للحصول على الخبر والمعلومة، أن يشعر دائما بأنه في حالة تسابق مع الآخرين من زملائه الصحفيين الذين ينتمون إلى وكالات وإلى مؤسسات صحفية كثيرة، يتسابق معهم في التقاط والحصول على الحدث. لأنه الأحداث يعني في بداياتها تتميز الحقيقة في بداياتها، أما عندما ينتشر الخبر لا تصبح الأهمية بتلك الأهمية التي تكون عند اقتناص الحدث منذ بداياته. ولهذا نجد أن المؤسسات الإعلامية تعتني بهذا الأمر. وكما أشرت أنا في بداية حديثي الحقيقة، قلت بأن الخبر التلفزيوني أو المعلومة
التلفزيونية ليس لها تلك القيمة دون أن يكون لها أو يرافقها صورة. ولهذا هناك الآن علم مركز جدا حول كيفية الكتابة للصورة، سواء حتى بالإعلام التقليدي أو بتركيز الأمر في الإعلام الحديث الذي يرافقه الصورة في كل مكان بعد انتشار وسائط التصوير الكبيرة في كل مكان. هنا إذن أنا أشرت بأنه يعني السباق في الحصول على الأخبار تدفعنا أحيانا إلى أن نعطي الخبر أو نبث الخبر كتابة فقط أو صوتا فقط، لحين الوصول إلى ماذا؟ الوصول على الصورة. وأحيانا نضحي بموضوع الصورة ونظهر فقط بالخبر كتابة أمام الجمهور، كتابة تكست يعني بأي وسيلة من الوسائل، أو أن المذيع يظهر فيتحدث أو المراسل يظهر فيتحدث حديث فقط ويعطي المعلومة الأولية بانتظار اكتمال الصور لكي تتجسد الصورة كاملة. إذن من أهم الوظائف هو السباق مع الأحداث للحصول على الخبر والمعلومة. الأمر الثاني هو إثبات قدرته على اكتشاف زوايا غير مطروقة ومتنوعة في محيطه، وهذا الأمر جدا مهم طبعا، لأنه يعني كل المراسلين في الوكالات يعني الصحفية أو الوكالة أو الذين يعملون للوكالات الصحفية والإعلامية عموما أو يعملون للمؤسسات الإعلامية يكاد يكون الكل قد تدرب وتمرس على العمل وأخذ مهارات قد تكون متقاربة ما بين الجميع. الإشكالية وموطن التمييز ما بين المراسل وآخر بدأت تضيق الحقيقة تبعا يعني لكثرة الأخبار ولكثرة تداول الأخبار وانتشارها وشيوع حالة التنافس ما بين الإعلاميين المراسلين تحديدا. فما هو الأمر هنا؟ يعني ما هو الخيار هنا للوصول إلى حالة التميز؟ نذهب هنا إلى اكتشاف زوايا غير مطروقة ومتنوعة في المحيط الإعلامي، وهي بالمناسبة كثيرة، بل هي وكثيرة جدا. لكن الأمر يكمن في قدرة المراسل على اقتناص أمور ربما لا ينتبه إليها غيره. على سبيل المثال، إذا كان هناك لدى المراسل في مكان ما علاقة متميزة مع الجهات القضائية دون غيره، يعني ربما البعض لا يلتفت إلى هذا الأمر، البعض ربما ينتظر الأحداث التي تحدث يعني يوميا من مؤتمرات أو تحدث من وقائع يعني لحظية مرورية لحظات يعني اعتاد عليها الناس. لكن هناك من الملفات ما لم ينتبه عليها الكثير. هنا تأتي قدرة المراسل على متابعة هذه الأحداث وعلى استنهاضها والبحث فيها. قد تكون من القضايا المهمة ولكنها قد تم طيها من قبل مثلا جهات معينة لا تريدها أن تظهر إلى العلن، قضايا متعلقة بالجنايات، قضايا متعلقة بحقوق المرأة، قضايا متعلقة بالفساد، قضايا متعلقة على سبيل الرشوة وإشكاليات في التعليم، وهناك إشكاليات بأمور كثيرة ربما لا ينتبه إليها الكثير. أهمية المراسل الحقيقة تكمن في قدرته على اكتشاف تلك الزوايا غير المطروقة وهي متنوعة في محيطه. وكشف هذه الأمور هي موجودة أحيانا وقد يعرفها الكثير، لكنه ليس لكل مراسل القدرة على فتح تلك الملفات. هذا يحتاج إلى قابلية وقدرات، ويحتاج إلى منظومة علاقات متميزة بين المراسل وبين الجهات
القريبة من تلك القضايا. وهذا يدفعنا إلى القول بأن أحد أهم عوامل نجاح المراسل هو منظومة المصادر التي يمتلكها في كل مكان يكون فيه. نأتي إلى موضوع آخر وهو خلق القصة الخبرية وصناعتها عبر التنقيب في الواقع كمن ينقب عن الذهب. خلق القصة الخبرية وصناعتها هو ليس يعني خلق من العدم، بل هو يعني أحيانا في قضية معينة تراها أنت قضية لا تحتاج إلى الحديث فيها بمجرد ومضة من الومضات فتقولها، في حين أن هناك من المراسلين من لديه القدرة أو التصور يعني في الكتابة وإعطاء أبعاد حقيقة إطلاق مخيلته للكتابة بشكل واسع عن هذا الموضوع. وهذه القدرة الحقيقة لخلق القصة الخبرية هنا يمتلكها المتمرسون والمتميزون من المراسلين، لأن القصة الخبرية لها قواعدها ولها أساسياتها. وعندما نأتي لخلق وصناعة القصة الخبرية يجب أن نعتمد على مجموعة من العوامل التي تعيدنا في الحديث في بدايات ما كنا نتحدث فيه في الفصول الثلاثة السابقة قبل أن ندخل إلى الفصل الرابع من هذا الدبلوم، لأن القصة تتطلب وعي وتتطلب مصادر وتتطلب ثقة بتلك المصادر أهم شيء، وتتطلب طريقة مهنية في طرح تلك القصة، وترتيب وتهيئة عناصر نجاح تلك القصة الخبرية من متحدثين ومن خبراء ومن شهود عيان لتلك القضية وممن يحملون أسرار عن تلك المنطقة، بل ومن دراسة جغرافية وديموغرافية المكان التي أو الذي تدور حوله الأحداث، بل هناك حاجة الحقيقة للبحث في مصدر من أهم مصادر نقل المعلومات الوثائقية، ألا وهو موضوع الوثائق القديمة التي ربما لا يتم الحصول عليها إلا بطرق معينة وبصعوبة معينة. وهنا نأتي إلى دور المراسل المتميز الذي لديه القدرة على أن يكمل عناصر نجاح أو خلق قصته الخبرية وصناعتها بشكل دقيق. هنا يأتي التميز ما بين مراسل وما بين مراسل آخر. هناك الحقيقة يعني من الوظائف نقول أن يكون يعني المراسل صانعا للأحداث فاعلا فيها وليس تابعا لها أو منفعلا بها، ويبرز بصفته منتجا صاحب بصمة تتميز بها المحطة الإعلامية. يعني هنا يجب على المراسل أن لا يكون صدى فقط لأحداث تقع في المكان الذي هو فيه فيقوم بنقله، لأنه نقل المعلومة ونقل الخبر على عواهنه هذا أمر أصبح الآن يسير جدا. يعني كما تعلمون الآن الإعلام الاجتماعي أو الإعلام الإلكتروني أو السوشيال ميديا التي نتحدث عنها اليوم الحقيقة هي بمقدور أي إنسان، يعني أي إنسان قادر على أن يجلس في أي مكان وينقل مباشر، لكن هنا ينقل يعني مواضيع غير داخل الحقيقة في التصنيف المهني للإعلام. ولذلك نحن نتحدث إلى حضراتكم الحقيقة من خلال زاويتي نظر. الزاوية الأولى إلى أنكم أو نريد أن نصنع جيلا مهنيا داخل ضمن مواصفات المهنة الإعلامية بحقوقها وبالتزاماتها، ما تفرضه مهنة الصحافة والإعلام على الصحفي أو على الإعلامي من التزامات وما يترتب على تلك الالتزامات من حقوق هي بالنتيجة
ستكون للإعلامي. لذلك الإعلامي اليوم هو في مواجهة حقيقية، مواجهة شرسة ما بين الإعلام المصنف مهنيا كإعلامي وما بين الإعلام أو ما يسمى بالإعلام الحديث الذي هو يعتمد على الإعلام الإلكتروني. فإذا كنت تريد أن تقدم مادة وتكون لك فيها بصمة، يجب أن تدرك بأنك يعني أمام منافسين كثر، لذلك يجب أن تكون أنت صانعا للحدث، متفاعلا مع الحدث، لك إضافاتك للحدث. فعندما تقوم بنقل هذه الرسالة تقوم بنقلها بأدوات لا يمتلكها، على سبيل المثال صحافة ما يسمى بصحافة المواطن الآن. نعم مهمة على صحافة المواطن، لكن الإعلامي المهني يجب أن يعتبر صحافة المواطن هي مصدر له كأحد أهم مصادره. هو قادر على أن يستثمر يعني ما يقدمه الإعلام الإلكتروني ويصهره في بوتقة المهنية التي يتعلمها لكي يكون إعلاميا متمرسا قادرا على أن ينقل الرسالة للتأثير في الرأي العام. لأنه الفرق ما بين من ينقل على هواه وما بين من ينقل الخبر والمعلومة ضمن أطر معينة تشرعن له يعني الصفة الإعلامية الحقيقية لكي يكون مؤثرا في الرأي العام وتكون كلمته وعبارته ومعلومته ذات اعتبار. طيب، إذن هنا أن يكون صانعا للأحداث فاعلا فيها وليس تابعا لها أو منفعلا بها كما قلنا، ويبرز بصفته منتجا صاحب بصمة تتميز بها المحطة الإعلامية. هناك أيضا يعني من المهمات والوظائف والخصائص والسمات والواجبات، كلها يعني كلها حديث يدور حول المراسل، وهو إيلاء الأهمية الأكبر لتقارير القصص الإنسانية وتقارير المنوعات، فهي التي تميزها وتضفي الحيوية والحياة على شاشة المحطة وتصنع لها هوية مستقلة عن النمطية التي نشاهدها في كل الشاشات التي أصبحت تتشابه ليس فقط في تغطية الأخبار وإنما حتى في برامجها التي تعالج فيها خلفيات الأحداث المعدة مسبقا أساسا. هذا مهم جدا، أنه كيف نختار المادة الإعلامية والمادة الصحفية من أجل نقلها للرأي العام. ونعود إلى موضوع مهم، وهو التنافس ما بين حدث اليوم الذي هو يشكل الأهمية الكبرى للناس. الناس تريد الإشباعات من الأخبار السريعة التي تحدث في اليوم. هذا لا يعني هذا أننا نعتمد فقط على الأخبار اليومية، لأن الأخبار اليومية على قدر أهميتها بالنتيجة قد يكون مفعولها هو اليوم واحد أو يومين، وتنسى كثير جدا من الأخبار اليومية نتداولها ونعتبرها أهمية ذات أهمية في يومنا، ولكن في اليوم التالي نكون أمام نسيان تام ربما لما حصل أو لا يشكل أهمية. لكن متى تكون هناك مساحات كبيرة للإعلام أن يتداول المعلومة أو أن يجعل مادته الخام التي هي المعلومات متوفرة ووافرة له عبر الزمان، هو أن ومؤثرة بنفس الوقت في الرأي العام وفي الناس. هنا انتبه، عليه أن يذهب في أعماله إلى القصص الإنسانية، خلق كتابة متابعة القصة الإنسانية، وهذا سيكون له جمهور كثير ولمحطته أيضا، لأن الأمور الإنسانية تحاكي الوجدان ومستقبل الناس. على سبيل المثال، عندما يحدث أمر معين مؤلم يعني في مجتمع من المجتمعات أو في مكان من الأماكن، يعني لا سامح الله تحدث يعني فترات تمر بها الأمم، فترات مظلمة وسوداء تمر بها الأمم، حروب
على سبيل المثال فجارات، اغتيالات تحصل في مكان معين. الكل نحن جميعا كإعلاميين نتداول هذه الحكاية منذ بدايتها ونقول يعني بأن هذا الحدث في المكان الفلاني في الساعة الفلانية وتم كذا وتم، وفي اليوم الثاني تنتهي ويتجدد الخبر. القصة الإنسانية هي متابعة أثر ما يحدث من قضايا يومية فيتركها الكثيرون، لكن أثر وفداحة وآلام وجروح ما تتركه هذه القضية يفتح للإعلام أبواب كثيرة لمتابعتها. على سبيل المثال يعني عائلة مثلا تنكب يعني بقتل أو استشهاد الزوج، كيف ستتأثر هذه العائلة؟ هنا نتابع القضايا الإنسانية، كيف أثرت تلك الحادثة على القضية؟ هذه تبدأ ما بعد إيش؟ ما بعد الخبر. نذهب مثلا إليهم، تأثر من ناحية الاجتماعية، تأثر من ناحية النفسية، تأثر من ناحية التعليمية للأسرة، تأثر من الناحية من نواحي كثيرة الحقيقة، يعني مؤلمة تخلق منها قضايا كثيرة، قصص إنسانية كثيرة. هناك مثلا من يتعرضون للإعاقة بسبب الأحداث الدامية التي تحصل في أماكن معينة، يتركون، ليس هناك لديهم من يتابعهم إعلاميا. المراسل أو صانع الخبر أو صانع المعلومة الذكي هو قادر على أن يتابع هذه الأمور ويحصل فيها على التالي: أولا بروز عمله كصحفي ونجاحه وإعلان كمراسل، نجاح للمحطة، وكذلك وهو الأهم هو المسألة أو الواجب الإنساني الذي يحتم عليه متابعة هذه الأمور، لأن متابعة هذه الأمور هي أساس النجاح. نحن يعني نعرف بأن مهنة الإعلام تقوم بالأساس على كشف ما يمكن بل ما هو مطلوب كشفه للرأي العام خدمة للإنسانية. إذن يعني هنا إلى القصص الإنسانية وتقارير المنوعات تضفي الحيوية على الشاشة. كذلك يعني ليس بالضرورة أن تكون أخبارنا متجهة اتجاها كبيرا أن لا تكون متجهة اتجاها صارخا فقط للأمور السياسية أو بعض القشور. واعلموا هناك ملاحظة مهمة يا شباب، ملاحظة مهمة: الإعلام له عدة أوجه وعدة أدوار. يعني هناك من ينظر إلى الإعلام بأنه العدسة أو العين الكاشفة للحدث والمعلومات والأخبار فيذهب إليها ويظهرها ويعالجها ويضع السبل المهمة لتحليل كل ما يدور حولها. وهناك نوع آخر من الإعلام القصد منه هو إشغال وسائل الإعلام بمواضيع تافهة وبمواضيع جانبية تبعد الناس عن القضايا الأصلية، وهنا يأتي حقيقة شطارة وقوة المراسل والإعلام الذي يعرف أساسيات تلك المهنة والأهداف الموضوعة لطبيعة عمله. كثير جدا من القضايا تخبأ، هناك من يديرون الرأي العام لديهم القدرة الكافية من ناحية المال والتأثير والسلطة والسطوة الحقيقة لتوجيه أو لحرف أنظار الرأي العام وإشغالهم بقضايا أخرى والتستر على القضايا الأصلية التي قد تكون السبب في انهيار أمم. يعني يشغلونك بمواضيع معينة ومنظومة الفساد تشتغل خلسة أو في الظلام. إذن هنا يجب أن يكون يعني للمراسل أو الصحفي أو الإعلامي القدرة الحقيقة على
يعني كتابة تقارير فيما يخص القصص الإنسانية وتقارير الملوعات، يذهب فيكتب في الأمور الاجتماعية، يكتب في الأمور السياسية، يكتب في الأمور الرياضية، في الأمور الفنية، في الأمور، هناك أمور كثيرة، وكل هذه الأمور هي تشكل المنظومة الأساسية لإشباع الرغبات العلمية والمعرفية بالنسبة للناس. كذلك من الواجب على الصحفي، من الواجب على المراسل تحديدا، وما دمنا نتحدث بموضوع المراسل، أن ندرك الحقيقة كل الإدراك بأهمية الإعلام الاجتماعي والإلكتروني عموما. هذه الوسائل التي تخلق نجومها عفوا من الناس العاديين، اليوم أصبحت كابوس المحطات التقليدية. صرف المحطات التقليدية تصرف الملايين كما تعلمون، يعني من العمولات، أنواع العمولات، ومقابل أن تؤسس لها صوتا معينا. هل تعلمون بأنه يعني الإعلام الإلكتروني أو أصبح هناك قدرة لمتمرسين على مهارات معينة، استغلال وسائل الإعلام الإلكتروني والتغطية الحقيقة وتحقيق السبق على المؤسسات الصحفية الكبرى أو الممولة. فلذلك يعني عندما تريد الحقيقة أن تبرز، يعني عليك أن تدرك بأن هناك منافسين كثر، وعليك أن تدرك أيضا بأنه يجب أن تمتلك مهارات التميز باعتبارك إعلامي أو الإعلامي، ومهاراته كثيرة الحقيقة. يعني كما أن هناك قدرة يعني لمن يستغل الإعلام الإلكتروني الآن، هناك قدرات غير موجودة مثلا إلا لمن يريد أن يتمرس في مهنة الإعلام، وهي القواعد الأصولية في الكتابة. وكما تعلمون وتتذكرون أننا درسنا القواعد الأساسية في عمليات الكتابة، والقواعد الأساسية في استنباط الأسئلة، والقواعد الأساسية في الإلقاء، والقواعد، هذه كلها مهارات تعطيك التميز، تعطيك التميز، لأن أنت تدخل الآن في خضم العمل الإعلامي المهني. هنا يعني يكون لك يعني قدرة على أن تنفرد بتميزك. نقول من الضرورة أن يكون المراسل متحررا من الإعلام كوظيفة، وهذا شوف هذا الموضوع أصبح فيه جدال كثير، يعني عبر مسيرة الإعلام، هل الإعلام هو مهارة أو هو حالة تميز، أو هو بعيدا عن كونه وظيفة من الوظائف التي تمتاز يعني بالرتابة؟ هو ليس هناك فصل حاد ما بين الفكرتين. يعني نعم أنت تكون يعني تعمل تحت أطر وظيفية معينة، لكن هذا لا يعني أنك موظف كلاسيكي، يعني تقدم يعني خدمات لغرض أنك موظف وتذهب. لا، إذا كان هذا التفكير بالعمل الإعلامي هنا يجب التوقف. لا، الإعلام هو حقيقة يعني ميدان يعني لإبراز المواهب، الميدان إعلام يعني ميدان للتميز، ولهذا ليس لكل إنسان القدرة على أن يكون إعلاميا. فأنت ما بين الوظيفة وما بين التميز يجب أن تدرك بأنك لست موظفا كما هو شائع في مخيلة الناس، موظف يؤدي وظيفته ويذهب إلى بيته والسلام عليكم. لا، هو صاحب رسالة، صاحب مهنة، صاحب تميز، لأنه يعني قدرة يعني الإعلامي لأن يثبت نفسه هي متأتية من تأثيره في الناس، والتأثير في مستقبلي وآمالي وطموحات الناس، هذا يعتبر أعلى درجات المهارة والتميز. إذن فمن الضرورة أن يكون المراسل متحررا من الإعلام كوظيفة، ليدخل ميدان الإعلام بصفته منقبا كما نقول يعني، أو كما يقولون الحقيقة. وهذا الكلام الذي نقوله يعني هو قد يعني اتفق عليه أهل الاختصاص والمعرفة، بصفته منقبا عن الذهب في واقع تتعقد علاقاته أكثر وأكثر كل يوم، ليكشف للناس عن جوانب لم يكونوا يرونها. لأنه إذا كان الناس يعلمون كل شيء ويعرفون، لم تعد هناك قيمة للإعلام، لأنه من واجبات الإعلام هو تنوير وتبصير الناس بكثير من الأمور التي تخفى عليهم. واجب على الإعلامي أن يبحث
عن المعلومة، أن ينقب عن المعلومة، فهو مسؤول مسؤولية تامة أمام التزامات مهنته وأمام جمهوره كإعلامي قد تصدى لهذه المهنة أن يقدم لهذه المهنة كل ما تحتاجه. حقيقة هناك موضوع مهم جدا، يعني في 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 يعني مميزات وظائف الإعلامي، خصائص أن تكون لديه القدرة على الإبداع في طريقة توليد الأسئلة. هذا بالنسبة للمراسل، لأنه المراسل إخوان، يعني إذا أردته أن يكون مثلا ضمن منظومة المقدمين والمذيعين فهو لا يختلف كثيرا، لأنه العامل المشترك أو عنصر التمييز في العمل في الظهور التلفزيوني أو التقديم التلفزيوني أنك تظهر على الشاشة وتتحدث إلى الناس، كما المذيع يظهر إلى على الشاشات ويحدث الناس ويتطلب منه شروط معينة. كذلك بالنسبة للمراسل يجب أن يكون على هذه الدرجة من القدرة في أن يكون قادر على أن يعني إعطاء رسالته ضمن مواصفات القدرة على التحدث والكلام والكتابة والمخاطبة واستنباط الأسئلة وتفسير الكلام. إذن هذا شرط يعني من الشروط، وهو إذن كما نقول الإبداع في طريقة توليد الأسئلة عبر إيقاظ العقل النقدي والتحليلي والاستنباط القابع عميقا في العقل البشري. واضح هنا؟ يعني نأتي إلى موضوع يعني أشرنا لها فقط، هو يعني التأكيد تركيز تقارير القصة الإنسانية والشخصية والمنوعات لها ديمومة وقريبة من الناس ومن رحم واقعهم. إذن هنا يعني وصلنا إلى مجموعة من النقاط التي يجب علينا أن ندركها، بأن للمراسل الصحفي أو المراسل التلفزيوني مجموعة من المسؤوليات والوظائف والأدوار التي يقدمها للناس. تبدأ هذه المواصفات من خلال تقديمه لنفسه على أنه قادر على أن يؤدي مجموعة من المهارات التي يمتلكها. هذه المهارات لا تقف عند حد مهارة معينة، بل هي جامعة لمجموعة من المهارات تقترب من التحرير من مهنة المحرر، وتقترب بل تلامسها بل تكون جزءا منها، وكذلك مع المعد وتلامسها وتقترب منها وتكون في خضمها ببعض الأحيان، وكذلك يعني قدرته على أن يمتاز بأكثر المهارات بل أحيانا بجميع المهارات المتطلبة بموضوع التقديم، سواء تقديم ما يشبه تقديم تلفزيوني أو تقديم برامج الحوارية أو قراءة نشرة الأخبار. إذن هي المهنة الجامعة الأكثر ما بين المهن التي يجب على المراسل أن يمتلكها وأنا أقول يعني نحن نوجه الآن يعني أو نقول لحضراتكم بأنه ما يتطلبه المراسل هو مجموع تلك المهارات التي تحدثنا عنها: شجاعة، قدرة على استنباط المعلومة، قدرة على اقتناص الخبر، التعامل مع المحيط الذي هو موجود فيه، التعامل مع مؤسسته الإعلامية، القدرة على التحدث، القدرة على أن يعني يجيب على مجموعة من التساؤلات الموجودة في المنطقة التي هي تحت مسؤوليته أو تحت يعني تكليف تغطيته الصحفية بها. مجموعة من المهارات، كل مهارة من هذه المهارات بصراحة يعني، ونحن نتحدث في دبلوم يعني مهم جدا يتطلب الحقيقة جهد أخذ كل مهارة من هذه المهارات من خلال زيادة المعرفة، من خلال التدريب المباشر، تدريب الصوت، تدريب على اللغة، تدريب على القراءة، تدريب على حتى الشجاعة، يعني كيف تواجه المجتمع. الحقيقة يعني وهذه هي يعني المحاضرة الأولى، يعني تعودنا أن نكون يعني في إطار محاضراتنا أن نأخذ المحاضرة الأولى نتبعها بالمحاضرة الثانية بعد وقت قليل قصير من الاستراحة، سنكمل فيها محاور حديثنا لهذا اليوم. إذن نذهب إلى استراحة بسيطة، الله
لإكمال المحاضرة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.